موسم عسرير من قديم الزمان، من 45 إلى 2002 وريدوا لنا الموسم، كانت تسوقوا الناس الموريتان وهل التل وهل الشرق وكامل، كان موسم كبير وكان على جوج خطرات، كان في أول الخريف وخر الصيف، ويجي الزراع ويجي التمار ويجي الحيه ويجي ازوالاي من قبله وتجي البل وتجي الغنم، وتم موسم كبير ديال الاسرير. سيدي بن عمر هذا بكري كانت تجي البل وتجي الغنم ويجي الزرع ويجي من كل شيء، ويجي المقارج من تل من مراكش ومن اكادير ومن ديك النواحي، وكيتبادلوا السلعه، هذو اللي القبليين يجيبوا ازوالا يجيبوا الغنم ويجيبوا كل شيء، ويدوا الزرع من هون ويدوا القطايف ويدوا المقارج ويدوا كل الدبش من هون تيدوا مستقبلين فيه. On est venu ici un petit peu voir des amis et on a eu l'occasion en plus de voir cette fête qui est pour nous quelque chose d'authentique et de vrai. Je pense que le Maroc c'est aussi ça et c'est pas que les hôtels touristiques. Pour nous c'est une vraie chance déjà d'être arrivé ici aujourd'hui et que ça soit cette fête. On a assisté avec le chameau à la mort sur le chameau, je ne sais pas comment on dit le nom, hein, voilà. Et c'est vrai que c'est difficile parce que ce ne sont pas dans nos coutumes à nous en France, mais on respecte ça et je trouve que c'est, voilà, c'est une bonne chose pour les gens. Et maintenant on attend ce soir la Fantasia, pardon. Parce que j'adore les chevaux, je suis une cavalière, donc j'adore les chevaux, j'aimerais bien pouvoir assister ce soir. احنا جينا اليوم للمقار سيدي محمد بن عمر، جينا اليوم نزوره وزينا نتقداو وزينا نتفرجوا في لعب الخيل الساقات، وزينا نشرو الحنة ونشرو تمر. هو ديما هو الحمد لله عامر ديما مقار سيدي محمد بن عمر، تواريخه الحمد لله دايما عامر ما ان شاء الله، والرجلي تبارك الله، والناس جاتوا من كل بلد، جاوا من قليميم وجاو من كل بلد، جاو لسيدي محمد بن عمر. مقار سرير تجيه الناس من السنغال، وتجيه من تيمبوكتو، وتجيه من مراكش، وتجيه من كل جنوبا وشرقا، يجوا مصوقين هذا المقار اسبع ايام في التاريخ ديالو، زمان اسبع ايام يفوت عامر هذا المقار. والمقار هذا الديار ديال اسرير وديال تيغمرت مفتوحين للضيوف ومتحزمين، ما يلودوا شيء الا الاحسان، هذه تجبرهم متحزمين. الله يعمر مولانا يرحم هذوك اللي ماتوا، هذو نبقى الله ينزل فيهم البركه. وحنا تراثنا هذه الخيل، هذه الجلفات كانت بلا كورونا ثلاث سنين، هذه ما ناكلنا المهرجانات ما يخالق، ودرايك الحمد لله راه كل شيء صلح وكل شيء بخير وعلى خير، ونتمناو الخير ان شاء الله. وحنا تراثنا الخيل، وهذا مقار تراثنا الخيل، قبائل واد لون كامل تراثهم الخيل.